التقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في مقر إقامة جلالته في مدينة أبوظبي بمناسبة زيارة جلالته لدولة الإمارات. وتبادل جلالته وسموه خلال اللقاء الأحاديث الودية التي عبرت عن متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وشعبيهما الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما. وأكد جلالة الملك المعظم وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على عمق الروابط التاريخية المشتركة بين البلدين الشقيقين واعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربة والأخوة والتعاون والتنسيق الوثيق على جميع المستويات. وأعرب جلالته حفظه الله عن أخلص تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق بدوام التطور والازدهار والرفعة، كما تطرق اللقاء إلى تطورات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.